بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ننطلق نشوف. يا ساتر صرت اتشائم من الكوريين. صرت اتشائم يا ساتر. عارفين ليش؟ نحين عارفين ليش. يا الله دائما كذا تشكيلاتهم صارت ما ادري ليش. وش السالفه؟ ليش كلهم هذه الخطط بهذه التشكيلات؟ شايفين 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 شايفين. يلا ما نعرف ايش نسوي الحين. هل هذا وش ماجنايت او شيء؟ ما تعرف. ان شاء الله ما يكون صاروخ. بس نقدر 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 ان شاء الله. اعوذ بالله. يا هم كريهين يا هم مضيعين. سياف رهيب 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 والله. كيفني الحين. اخذ بحقي هالسياف. الحمد لله. وناسة وناسة. التكتيك بستعمله كثير. اخلي الفارس قدام البيكا يكون مرعب اكثر اظن. انه كذا كذا الفارس معجباته الدفاعية بس. فنخليه قدام الابراج عشان البيكا تأتي وتدمر بشكل أقوى. ستلاف ستمائة وتسعين. حلو الرقم بعد. يا الله شوفوا كيف. شوفوا شايفين وضع هذه اللعبة. يلا الحمد لله. كل راس مالها لعبة. راس مالها إيش؟ لعبة يعني. شايفين الناس جالسة تعاني بلدان ثانية من فقر ومشاكل وكوارث. ف يعني راس مالها اللعبة دي. شايفين. لكن يعني اوكي راس مالها اللعبة. ظلم والله ظلم والله ظلم. شوف شوف شوف. يلعن ابوك يا شيخ. اعوذ بالله اعوذ بالله يقطع شكلهم. يا اخي وش ذا القرف؟ وش ذا اللعانه؟ ايش ايش الملعنه بهاللعبه ذي؟ خير. شوف شوف والله حاجه حموضة حموضة.
اوكي طلعوا السياف نزل من المباراة يلا دائما الحركات والله قرف والله تكاها من الساحرة أو الساحرة الأم لا يا. تكفى قهر والله قهر اقسم بالله قهر والله قهر يا اخي يلعن ابو النظام يلعن ابو اللعبه على ابو ال 6665 يا الله يعني ايش هالتخريب هذا ايش التخريب شايفين كيف كوخ مرايا ساحرة يا ساتر اظن خلاص الى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله.